يا السلام يا عبد السلام يا السلام. تصور ان كل دول هيطلعوا من المولد بلا حمص. ايه ازاي؟ نونو بنت مستقيمه من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. يا شيخ من البيت للكباريه من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت. كل بعجل يا حلاوه كل يا احمد. نونو يستحيل تخرج مع اي واحد اخر الليل. امال قاعدين معاها ليه؟ ها؟ الامل. عايز اقول لك حاجه مش هتصدقني. قول يا اخوي قول. نونو لسه عذراء. بتقولي ليه؟ لسه عذراء؟ يعني بك؟ يعني لسه؟ فداك يا باشا. باشا مرة واحدة؟ طب هات واحد تاني. مساء الخير. مساء. مسيت. صحيت. بس نام الوصل. وهو يجي يقعد على نفس الترابيزة. أراه إنه بيبص لنونو من تحت لتحت. طب ما يقعد الوش ناحيتها ويبص لها عين. لا سمع. طيب. يا بيه. صديق الأستاذ أحمد طالب جامعي ومستقيم. أهلا بيك يا فندم. فداك يا فندم. قول لي يا شيخ حارة الكباريه، الراجل اللي قاعد هنا ده لوحده مين ده؟ كل اللي أعرفه إن بيجي الساعة 12 بالظبط يطلب واحد ويسكي ويقعد يراقبك من تحت لتحت، والساعة 2:30 بالظبط يمشي من غير ما يشرب الويسكي. غريبة. ولا غريبة ولا حاجة، دي حركات قرع كنت بعملها وانا صغير. كان غيره أشطر. أنا نونو والأجر على الله. يا سيد. لم لسانك أحسن. هات الخامس. قاعد لوحدك ليه؟ مستعد اقعد معاك بس بشرط. تحت امرك. تشرب الكاس اللي قدامك ده. حاضر. الله، شفايفك حلوه قوي انت بتشرب. ما بتكملش كاسك ليه؟ حاضر. ما بتقوليش اقعد ليه؟ اتفضلي يا فندم. هي ما قعدتش معانا ليه؟ مش
بقول لك ب20 جنيه. اسمحيلي اسالك سؤال. من حقك. انت ايه اللي خلاكي تشتغلي الشغلانه دي؟ انت ما اتخلقتيش للحياه دي. انت فص الماس في ختم صفيح. سيبك من الاسطوانه دي بقى. قولي، تحب تعرف عني كل حاجه؟ يحصل لي الشرف. اهو. تحب تعرف اكتر؟ انت بتتكسفي؟ اوعى تتكسفي يا جدعان. دي الكركوبه.